باحث بريطاني ينفي ما نسب إليه حول الحملة ضد أخنوش. نفى مارك أوين جونز الباحث البريطاني وأستاذ العلوم الإنسانية الرقمية في جامعة حمد بن خليفة في قطر ما نسب له حول الطعن في هاشتاغ المطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وتخفيض الأسعار، حيث قال الباحث البريطاني في تغريدة: أنتم تنشرون معلومات مغلوطة، أنا لم أقل ذلك، وكاتب المقال غالباً لم يقرأ ما كتبته. في ذات السياق، قام مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بالتفاعل مع تغريدات الباحث البريطاني، حيث هاجموه واتهموه بتوطئة الطريق للموالين لرئيس الحكومة المغربية حتى يطعنوا في الهاشتاغ المطالبة بخفض أسعار المحروقات.